السلام عليكم ورحمة الله. معاكم توسل أحمد حامد من محلات أم النور. عندنا حاليا مهرجان الفضيلة والوسيلة في أسواق أم درمان الكبرى المغام من يوم 1 أكتوبر لحد يوم 7 أكتوبر إن شاء الله. حيكون المهرجان ده فيه دعايات جميلة، حيستضيف شركات، حيكون كل يوم إن شاء الله عندنا 3 فنانين بالإضافة للشعراء كبار الفنانين كوكبة من المشاركين، الوجوه الموجودة في السودان المعروفة. وانا بقدم لكم من محل ام النور للاواني المنزليه هدايا جميله. عندنا مسابقات، عندنا سحوبات على اجهزه، حلل، اوان، عموما ما يخص المطبخ والمراه العصريه. ان شاء الله حضرنا للمهرجان ده واستضفنا، جبنا يعني بضائع جميله، حضرنا له تحضير جميل جدا، وعندنا مسابقات واضافات جميله كمان. نتشرف بحضوركم جدا في محلنا أم النور للأواني المنزلية. المهرجان من يوم 1 أكتوبر لحد يوم 7، الدخول مجانا. مهرجان الفضيلة والوسيلة، أكيد حتستمتعوا معانا إن شاء الله.